2012 أصيبت فتاة صغيرة بمرض السحايا. بفضل الله وثم اكتشاف العالم فليمينغ لأول مضاد حيوي وهو البنسلين، ما كانت هذه الفتاة اليوم واقفة أمامكم. أنا يارا بهران، عمري 11 سنة في الصف السادس، ويلقبوني بعدة ألقاب. أنا العجوزة، أنا الفيلسوفة، أنا الفضولية، وأنا أرسطو. وجيت اليوم عشان أحكي لكم كيف حبيت العلم مثل ما أحب الشوكولاتة. أغلبية الأطفال يحبوا الشوكولاتة، حتى أنا أحبها. لو مرة من المرات قلت لكم هذه الشوكولاتة وإنتم عمركم ما ذقتوها، حتشوفوا لونها بني، شكلها غريب، ما بتتحمسوش تذوقوها. لكن لو قلت لكم من وين جت هذه الشوكولاتة، لو قلت لكم هذه الشوكولاتة هي عبارة عن بذرة غرسناها وسقيناها لما كبرت وأثمرت لنا كاكاو، جمعنا هذا الكاكاو وسوينا منه هذه الشوكولاتة. قلت لكم إنها لذيذة، تذوب بالفم، رائحتها مشهية، حتبدأوا تتحمسوا إنكم تذوقوها. نفس الشيء العقل، العقل عبارة عن بذرة بنغرسها من أول معلومة نتعلمها ونبدأ نسقيها بالعلم لحد ما تكبر وتثمر لنا. وهذه الثمار هي الاختراعات والاكتشافات اللي وصل إليها العلماء، واللي بفضلها صارت حياتنا أسهل وأفضل، مثل الاتصالات، السيارات، الطائرات، الكهرباء، الكمبيوتر. هذه كلها اختراعات واكتشافات. عشان تحبوا العلم مثلي وعشان نتعرف عن العلم أكثر، تعالوا حاخذكم في رحلة تطور العلم. الآن حنرجع للماضي، لأيام الإنسان القديم اللي هو رجل الكهف. رجل الكهف كانت حياته صعبة، كان محتاج إنه يأكل، كان محتاج إنه يدفأ، كان يشتي عيش. عشان كذا رجل الكهف شغل عقله ونمى شجرته لحد ما كبرت وأثمرت لنا. وهذه الثمار كانت اكتشاف النار واختراع أدوات الصيد. بعد فترة من الزمن اكتشف الإنسان الزراعة، وانتقلوا إلى مناطق الأنهار وبنية الحضارات، ومنها الحضارة الفرعونية في نهر النيل. لكن اليمنيين ما كانش عندهم نهر عشان يسقوا نباتاتهم طوال العام، ففكروا وشغلوا عقلهم ونموا شجرتهم بالعلم لحد ما أثمرت. ومن هذا الثمار كانت بناء السدود وقنوات الري، وبذي الطريقة بنيت الحضارة اليمنية العظيمة. العالم الحسن بن الهيثم قرر أيضا أنه يسقي شجرته بالعلم، وسقاها لحد ما كبرت وأثمرت لنا. ومن هذا الثمار كانت نظرية الضوء والانعكاس، واللي بفضلها تم اختراع الكاميرا وتطور طب العيون. وبفضل هذه النظرية أشوفكم تمام ولابسة نظارة. توماس أديسون كان عنده إرادة ودافع إنه يخترع المصباح الكهربائي. تعرفوا من وين جت هذه الإرادة والدافع؟ هحكي لكم حكايته عشان تعرف من وين جت. كما قيل أن في إحدى الليالي مرضت أم توماس أديسون، فقرروا لها عملية جراحية، فلإنعدام الضوء أجلوا هذه العملية إلى الصباح، وتعرضت حياتها للخطر. فمن وقتها قرر توماس أديسون أنه يسقي شجرته بالعلم وسقاها لحد ما أثمرت، من هذه الثمار كانت المصباح الكهربائي. شفتوا كيف؟ يعني بفضل العلم عاش رجل الكهف وما انقرضش، بفضل العلم بنيت الحضارات ومن الحضارة اليمنية العظيمة، بفضل العلم استمتعنا بالمصباح الكهربائي في الليل، بفضل العلم تم اختراع الكاميرا نفس اللي بتصورني الآن، بفضل التكنولوجيا الحديثة صارت حياتنا أسهل وأفضل. أوكي، إحنا مش لازم تخيلوا حياتنا من دون هذه الثمار، من دون هذه الاختراعات، من دون الكهرباء، من دون الاتصالات، من دون الأدوية، من دون الكمبيوتر، من دون الطائرات، كيف حتكون حياتنا صعبة؟ عشان كذا احنا مش لازم بس نقدر هذا العلم، احنا لازم كمان نحبه ونتعلمه بحب. تعرفوا ليش؟ لأنه كل درس بندرسه في المدرسة بيحكي قصة حياة عالم أفنى حياته كلها علشان يوصل لنا هذا الدرس بطريقة سهلة ولذيذة زي الشوكولاتة. فإحنا لازم نقول شكراً، شكراً لكل العلماء اللي أهدونا ثمار علمهم شوكولاتة سهلة لذيذة بنستفيد منها وبنستمتع فيها.
شكرا، انا احبكم واقدركم، وتاكدوا اني حخلص مشواركم وحطول من هذا العلم. انا حلمي ان اكون مخترعة لمن اكبر عشان اخلي حياة الانسان اسهل وافضل مثل العلماء من قبلي. حتسالوني يا يارا كيف حتنمي شجرتك عشان تثمر لنا اختراعات وعشان تكوني مخترعة؟ حقول لكم كيف. عشان انمي شجرتي وعشان تثمر لنا اختراعات، انا دائما اسال وابحث عن اجابات اسئلتي، لانه اسئلتي واسئله الاطفال هي نفسها اسئله العلماء، لكن العلماء بقوا يبحثوا عن اجابات اسئلتهم. انا دائما اجرب كل حاجه، لاني لو ما جربت مش هعرف انا بايش مبدع. انا تعلمت اني ما اخافش من الخطا، لان الخطا فرصه رائعه للتعلم. توماس اديسون بقى يحاول 999 مره قبل ان ينجح في اختراع المصباح الكهربائي، ونجح في الالف، وما كانش يسميها محاوله فاشله، بل كان يسميها محاوله لم تنجح ساعدتني للنجاح في الاختراع. انا احب القراءه، لاني بالقراءه اغوص المحيطات، اصعد الفضاء، ادخل الصحاري وادخل الغابات، وانا في مكان واحد. العلم بالنسبة لي متعة، لأني أستمتع بدروسي في المدرسة. أنا أتخيل درس الجغرافيا إني طلعت بساط على الدين وشفت التضاريس والخرائط من تحتي. أتخيل درس التاريخ إني رجعت للماضي لأيام عصر الحضارات القديمة. أتخيل درس العلوم تجارب مثيرة، وأتخيل درس الرياضيات ألعاب وألغاز. استمتعوا بالعلم اللي انتم تتعلموه، لانكم اذا استمتعتوا فيه حتبدعوا فيه. خلونا ننمي شجرتنا عشان تكبر وتثمر لنا كاكاو، ونجمع هذا الكاكاو ونعمل منه شوكولاته. مش بس انتم حتستفيدوا منها، بل حتفيدوا البشريه باكمله. خلونا نستبدل السلاح بالعلم، خلونا نتعلم بحب عشان نبني وطننا بحب. فبالسلاح نهدم الوطن، وبالعلم نبنيه.